بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. وعدرسنا عاو كبلاب ميا آيات سقالي اللباتنا دي سورة الأحقاف، وحنكتشوغا آيات سقالي اللباتنا دي سورة محمد. هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحوك غورمي إيمان بعض الجن بالقرآن الكريم وبدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمين تأي رميين چنك قار كمده قرآن كي كريم كاها شرفت بدناء نبي محمد وأخريه صلى الله عليه وسلم يدعو دي رسولك اوغو باقيي حق ايمانك اي حقه ان اي جنكي دغيست قرانك قار كمده اي روميين اي الهي تبارك وتعالى ايات كانو كتلمامي وحكى لو كمدا مواضيع دا اياتكو اي كورمين اثبات البعث بالادله وتهديد المنكرين له سوغيد الله سوغي بعثك إيه إساسو بحين تدنب لغونا سوغي أدلة دا قرآن كأه إيه قود ديغا أما هنشباد اللو هنشباي كوة دفير إيه ديد إيه بعثك أما بينين إيه وحكالو موضوعات كآيات كو أي كورمين كمدة بلوغا سورة محمد إلهي تبارك وتعالى وحوك كورمي جزاء أحوال كل من الكافرين والمؤمنين مدولو كمدة لبدا قولو كوا قالد إيا كوا مؤمنين تأبا قولو والبا حكم كأيليهين إيا أبا المرين تأي متيسن دونان وحكالو مواضيع دا مهم كأكمدة بلوغ سورة محمد الله وكتل مامي الأمر بجهاد الكافرين وثواب المجاهدين أمر الله إس أمري إن للد قال ما أو للد رروك وقال دعه يا أبا المرنت أي هليان كوا مجاهدين تأه إلهي درتي أد قال ما يه وحكلو آياتك أي كورمين شروط النصر للمؤمنين والخذلان للكافرين شروط إلهي أبو غرغار أيو أدومدي سمؤمنين تأه إيو هوچين تأو هوچين أيو أما أوچبين أيو كوا قال دأه وجزاء كل منهما في الآخرة إيو مدوالو لبدا قولا كميده مدوالبا أبالك أمودان أيو آخرة مركا لطاقو وحكالو آياتكو أي كورمين ما أعد للمتقين في الجنة وما أعد للكافرين في جهنم وحشنا دلوغو ديار غريي أدوما دا الله كبقى إيا وحنار تجهنم اللوغو ديار غريي كوا كقالو بربي وحكالو آياتكو أي كورمين وكترة الأمر بالعلم والاستغفار أمرد ليس أمر أيوه يدو النبي محمد لقى بلابي صلى الله عليه وسلم علمك يدن بداف دلبك وحكالو مواضيع دا كمدة أحوال المنافقين وعاقبتهم حال دها منافقين تأكل دوان يعد بحمد أدن بيسا أي مريضونان الله وحور سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الله حول سبحانه وتعالى وإذ صرفنا واذكر حسن بالله ودتك نحسوسي إذ واجي صرفنا أن أسود دني إليك حقاً أن أسود دني أما أسود لحني نفراً كوح كوح دعو من الجن جنك كمده
kooxda soo yastamicuuna dhageysanaya alqur'aana qur'aanka dhageysanaya falamma xadaruuhu damiirka qur'aanka u celi nebigana waa loo celiyey sallallahu calayhi wasallam laakiin waxa qawi ah in loo celiyo qur'aanka laga warramayo lana soo sheegay فلما حضروه أي فلما حضروا القرآن قرآن كي مركا أي صو حاضرين أي مادين قالوا وحيد أهدين چنكي أي قال بعضهم لبعض وحبر كود ببركة كلو كيري چنكي مركا قرآن كي أول آخرين أي مادين أنصتوا آمسوا دقيستا إنسان كنا وسكوت مع الاستماع آموسا أو دغيستا فلما قضي مركي لدمي قرآن كقراءة ديسة لغا فاروقي ولو واجهت سدين چنكي إلى قومهم قوم كودي بي أجهت سدين منذرين حال أيهين كوا أدقى يدد كوغا قالوا وحي راهدين يا قومنا قوم كيغيو چنكي بي لهاد ليان إنا نقو سمعنا وحن مقلي كتابا كتاب وقرآن كأه كتاب كو أنزل لسودة شيئا من بعد موسى نبي موسى دبدي لسودة شيئا كتاب كاسو مصدقا رميني لما كي بين يديه هرتي سأها أو كتاب كي تورادة كتاب كاسو يهدي كهنونين يددك إلى الحق حق وحويان حقي سددك كهجي أو كهنونينية وإلى طريق ود حق إذن كهنونينية وضضع مستقيم توسا يا قومنا قوم كيغيو أجيبوا أجيب أو أقبل أو يالا داعي الله إلهي يريه سيدين كيري حق ربي والداعي إلى الله الذي يدعو إلى الإيمان داعي الله يا قومنا قوم كيغيو أيا چنكي أي كويرا هدين چنكو دي كالي أجيبوا يالو أجيب داعي الله إلهي يريهيسة كحق اللي دين كويريا أو نبي محمد أجيب أو أقبل وآمنوا رميا به إساقه رمية يغفر و إذن دافي الله لكم إذن كالله و إذن دافي من ذنوبكم دنبيدين الله و إذن دافي هذا سيدا سميسان و جواب طلبك هذا إجابة الله تمادان و إيمانك الله تمادان دنبيدين الله و إذن دافي و يجركم و إذن كبت بادين الله من عذاب عذاب وايدين كبد بادين إلهي عذابك أو أليم أي مؤلم وحنوشية ومن أحدك لا يجب أن أجيبن أن أقبل داعي الله إلهي يريه سا حق ألدتك أقباق يروح أيل فليس ما أهان هو كأن أقبلني بمعجز مد إلهي كفك أنكر أما كعرر كره في الأرض أرلد دحديد إلهي متكو عجسي قلن كروكا عرار كرا ماها ننكاسي وليس له أمنا سقنا ننكا من دونه إلهي سكدي أمنا سقنا نن أولياء كووهي ليا موغرقارة أولئك كواسي أجيب وايد داعي إلهي في ضلال بادي دحديد بيكو سقنا دين بادي داسو مبين أي بيين عد مركا مرنا ضمائر تلو علينا يا ومفرد منته وليس له من دونه مرنا ده اسم إشارة كما عاون نقول يا أولئك مركا مرنا وباعتبار اللفظ مرنا وباعتبار المعنى مركا مفرد كلو علينا يا وحق اللفظ مركا لا تحق ليه كما مركا لو علينا يا وحق معناها وعموم إيا جمعة هذه الآيات إلهي تبارك وتعالى وحكت المامي النبي محمد حقي سؤوس والليحية كوح جنة نفركم مركا وما دون العشرة سقال باء بضن
يعني كوح سيدود إلا سقال قاري سؤو چنة أي حق النبي قال له سؤال ليحيي مركاسي دقيستين قراءة دي النبي قو القرآن كآخرين أي وحمركاس سببت نزول كآيات كان لقوت المامي چينكو وحيا هايين بعثة النبي محمد هرتيد كو صوحة وحويان مقال كأما وحيا بها ملائكتو أي كغشي كيسان سسماء الدنيا أي أنت يستل فول فولان أو سماء الدنيا أدوادان أي هل كاوحى الله صوحكم أي ملائكتنا أي كهد ليسو أي يسكو دي چرينين أي سور دقا دقيان أو مقال كيدا صوحدان سي أي سحرة إيو كهندو دا أي وحويان أو صوشيغان كدب سيدا يسيدي وآهايين أي لسور رجمي أو دوران عراد إيا حدقها أولو ليا للرد عاي oo ay ka caageen dib inay ugu dhawaadaan samadi markaas ay yiraahdeen kullay arladii waxba ku soo kordhay bal arlada aynu ku faafno bari iyo galbeed inaku raadinayna maxaa arladii ku soo kordhay kullay waxa laynoo ganayo ee laynoo gu diiday samay inaynu u dhawaano waa wax soo kordhay hal raadiyo jinkii markaa arlada ilaahay ku kala faafay waxa kamid ah jinka la yiraahdo jinnu nasiibin oo yemen degana ayaa nabiga la soo kulmay isagoo salaad subax asxaabtiisu ku tukinaya meesha la yiraahdo batnu nakhla oo makkah iyo taif u dhaxeysa marka ay la soo kulmeen ayaa ay yiraahdeen warbal dhageysta waa dhageysteen quraankii waa la dhaceen waa rumeyeen markiiba waxay noqdeen dadka mundiriinta dadkoodii u digaya jinkoodii markay dib ugu laabteen marka ala kullin waxay tilmaamaysaa un aayadu jinka nabiga la soo kulmay quraankii dhageystay quraankii markay dhandhamiyeen qalbigooda uu ku dhibcay si fiican ay u dhugteen waxay noqdeen markiiba kuwa qaato oo ka rumeyay marka mundiriin bay noqdeen marka deejinka rusul lagama soo diro oo rusushu waa insiga uun laakiin jinka mundiriin ba kamid aho der risaalada ay rusushu la iimanayso ayay intay qaadaan dadkooda ugu digayaan iyagoo gaarsiinaya laakiin iyagu rusul ma aha waxa kale oo laga qaadanaya degdeg ay diintii intay u qaateen markiiba hadana dacwada ugu baaqeen waa arin muhiim ah ruuxu waxa uu qaatay oo rumeyay ee uu xambaaro inuu daaci ku noqdo adiguna inay kugu ekaato ma aha waa in wixii ku soo kordhay de adigana uu ku dhaafo Allah waxa uu dhii awalam yaraw umiyaanay ogay anna Allah in alle alladhi Allah soo khalaqa abuuray as-samaawaati samooyinki wal arda dhulalka abuuray oo walam yaciya aan ku daalin ama walam yaciya aan awoodi waayin oo macnaha aan ka caajisin وجلالينك وحورنا يا ولم يعي أي ولم يعجز عنه صاحب وجه النهارنا ولم يتعب لبدا معنا بنا علم دوا مريه مركا ولم يعي أن كدال أما ولم يعي أي ولم يعجز عنه أن أودي واين وحويان أو معناها ديكري وانك عاجسين لكن أوده لي معنوي أولم يروا مياني وغين أن الله إن ألي الذي الله سو خلق أبوري السماوات عرارك إيا والأرض دولالك أو ولم يعي أن أودي واين أما ولم يعي أن كدال بخلقهن عرارك إيا دولالك أبور كود أن كدال مياني وغين الله سي بقادر كي أود إنو يهي على أن يحيي إنو صون مولي الموتى كوردنتي بلا هايو وأودا الله وايا إنه إلهي على كل شيء وحو البقدير كي أودا كروي وحل روا تعليل الخاص بالعام أرهن خاصة وإحياء الأموات تتكدنت إن لصون نولي يأه أيا وحل لقوع اللي أرهن عامه وحو البئين أودو مرادكنا وحوي كل هدو وحو البأودو يكون ننتين صون ولينا وأودة ويا وحيابها فرها بدني ألا أودة أم بي كم تاي إحياء الأموات وربي واكرة واذكر حسن بي الله يوم مالك يعرض الله بندقية الذين وحي كفروا قالوا بي على النار نار تلو بندقية
وأنا عرض تعذيب لا عرض تقريب ومحل يقول حورنا يا بأن يعذبوا بها إن لقوا عذابه آل فرعون وكي الله لهذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا مركوا عرض تعذيب واذكر حسدتك نحسوس يوم ما لنت يعرضوا لو بندق يا الذين وحي كفروا قالوا بي على النار النار تلو بندق يو معناها لقوا عذاب يو ويقال له ولقوا أورنا يو أليس هذا إيه أليس هذا التعذيب عذاب إذن ليدن عذاب يا مياني أهانن بالحق مد حق وضبأه وما أنت هرتي نطالة ويندي إن أكو أركسان مياني أهاي قالوا مكا وحي ورانا يا مبلا هاي وحق واتهاي وربنا ربك يا مكدارن الله إله هو حق وإن حق تهاي وشكل آن قال وحق ربك ورانا يا مركا فذوقوا نندمية العذاب عذاب كدندمية بما كنتم بسبب كونكم أهان شها أهاتين سبب تيدا كدندمية تكفرون كو قالوا بعض هيدي فاصبر هدو الصبر نبي محمد كما صبر سدو الصبر أي الصبرين أولو العزم كو يقوان كأدق أصاحب كهاء من الرسل رسوش أه أولو العزم قنا وأن بيدي شنت أهيد يا سورة الأحزاب يا سورة الشورابة إن قصوا مرتي وحوي يا نبي موسى يا عيسى يا إبراهيم يا نوح يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا تين صوت الماني بيت كلبكل ميو أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد عليه الصلاة والسلام مركوا أنبياء كوي هرموت كوها يهو جانك وأكابر الأنبياء سيدا سالولي كواس سيدا وقت كيستين وقت كيسو الصبر نبي محمد وحدو قوليسا سيدا كواس بقوش وقاري الله حوري فاصبر صبر نبي محمد على أذى قومك قوم كاغو دبك إيا أفحمدي أدن حمدي كوها يانكو صبر كما صبر سيدا أصبرين أوكلا أصبر أولو العزم قوانك أدكو يصاحبك ها أو من الرسل رسوش أه وأنبياء داشنت إلا شيقي أولو العزم ولا تستعجل هندك دك سنن أي نزول العذاب سو دكتانك عذابك هدك دك سنن أو لهم لأجلهم قوم كاغا إيكوا الرمك إيكا قالوا بيكو فارتا إيكا درتود هاو دك دك سن عذاب إنو كسو دكو واحد مودا النبي صلى الله عليه وسلم مركي او كعروده اما كمروغوده ده مدح اده غوده اي سيده او هوغانسم الهيين انو تمنيي دينو الهي تلاابه با قاده او عقوبه لغو سوريدو تيبا لليهي وحبها دغدغسنن وقتي لوغو تلاغلاي كدخي وخي الله وقريه ولا تستعجل هدغدغسن نبي محمد اي نزول العذاب عذاب كسو دغستيس او كوان كا غالوباي كسو دغو وخبها دغدغسن او لهم اي لاجلهم ايغا درتود كوان غالدا اه هاو دغدغسن عذاب انو كسو دغو كانهم وحبد مودا كوا غالدا اه يوم ما لنت يرون اي اركيان ما يوعدون وحي لوغو غوديو عذابا ما لنت اركيان اي اندها ساران اخرو وحبد مودا لم يلبثوا إن أنا كبسو نجان الدنيا دي إلا ساعة ساعد موي وحكله ساعد أسو من نهار مالن كمدة ساعد اللوجة ما شيء تان إنك وين دليل حدا كدقيقة ونقانه وحون لوجة شيء قدر يسير من الزمن وقت ير ونبل لوجة شيء ده حل آد وير مركب وحبد مودا مالن تامرك عذاب كان ده ساران كوا أن الدنيا بكسو نجان ساعد مالين كميدا موياني وحير او مالين كميدا الله وحوري بلاغ اي هو قرآن كاني بلاغ قارسين وي حق الله اللي يدين كسو قارسيو رسولكو يدين سو قارسين ايو اما بلاغ اي كفاية مد ايدين كفلا ويان وعد ايوان ايدقنين قرآن مركا بلاغ بمعنى التبليغ يقارسين أما بلاغ بمعنى الكفاية يعني قرآن كان وامد إدين كفلا وانا إيا وعدي أما قرآن كان وابلاغ قارسين
حق الله اللي يدين كسو قارسيو رسولكو يدين سو قارسيي فهل يهلكو أمي الله هلاقي يا الله هلاقي ما يي إلا القوم قلدي مويانه قلدي الفاسقون إطاعد ربك بحضي كو طاعد الله كبحي مويي معيد كلا العذاب يا أهلاق وكرعيا وأمي لا يهلك إلا القوم الفاسقون واستفهام كاريو بمعنى النفيئة أركاتاسنا وحي تلمام إيسا دي الدنيا قيمة لآن تيدة وح الله وحي الدنيا لغو صوتما تعير راح الله صوم مري ساعد مالين كمدة واختير أي كل النقون إيسا عذاب كي عقوبة آخر مركي أركان مجرمين مركا وح ساعد أردقمة وح دين تادة إي آخرة دادة لغو سيغو أو لغو دقمو مدنا ممدنا سورة محمد ومدنية آيات كيدنا وسداد يصدن آيات كلمات كيدنا وشنبغل يسقال يصدن كلمدود حروف تيدنا واللبكن صدح بغل يسقال يأفرتن حرف بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الله وحوله سبحانه الذين وحي كفروا قالوا بي أو وصدوا كتشيدي الناس أسوى قدر ضدكنا عن سبيل الله أو سددوا مرنا وحي نقطة فعل لازمة أو سد يسد سدودا مستر كيدنا وسدود مركوا بمعنى الإعراض وتشيدسجة مرنا وحي نقطة فعل متعدي ومفعول أطلابية أو سد يسد سدا يعني مستر كيد روح نقدا سدا إما كمركا ومتعدي سدده وايو هدي شيت سيغا بمعنى الإعراض لغو معنى يو وحكا لازم يو معنى مكرره دي يدون معنى كالسو كرلين ينكيه رون لغو علين يو وايو دي كوا قالوا بي إنا يحقا كشيت سدين ومعروف كلمة كستو قرآن كم هنا دي معنى مستقل أو زائد إلا إيمان إسائي وحسك اللغو الكلام وهذا الكال ليس قد احضري أما كهرم الله مده مجرو سيدا درتيت واللبا معنو كالدوان والذين كفروا وكوي قالوا بي وصدوا عن سبيل الله وكوي قال لماذا كدر صدي دقال كالدينة دي يددك إني كالدوان دينت ولذلك قال لماذا كدر صدي دقال كالدينة وكعذاب كنو ليهاي كيساقو قال لماذا سنكو أك الله وحوري الذين كوا كفروا قالوا بي وصدوا كتشيدي الناس ضدكنا عن سبيل الله إلهي تدكيس كتشيدي ومرنا واتشيد سمرنا واتشيد مركا كوا ضئيقنا قالوا بي ضدكينا كتشيدي دينتا أضل أي أحبط وابري الله وابابي أعمالهم عمل لدودي وحي الدنيا كقبتين إلهي وكبابي وكبري أو وحمر إيراد أما أشر يا أبال كهل ما يان آخره وجلال الدين المحل وحورنايا كإطعام وصلة الأرحام فلا يرون لها ثوابا ويجزون بها في الدنيا قالوا وحي الدنيا كوناك سميين سيضدنا يقوضيان قرابين حليريان إيا وحي أبها الله متكعة آخر أبالكو أرك مايا لكن أدونك أيا لغو أبال مرين أو عافماد يعود يعرور با إيا النوعيك لو أدوني با أدوني دا لغو راحين آخرة سنصيبكو مالي سببتون وحا إتاي عملكو وحا آخرو مرا لغه لا أما ثمرا لغا قوستا مرك عملكو إيمانكو سليسين يهي لكن عملك أن إيمان لغو سلين وبابا أيا أو آخرو وحبكا غمه الرئيان مركا الله وحوري الذين كوي كفروا قالوا بي أو وصدوا كتشيدي الناس ضدكنا عن سبيل الله إلهي تشتكيس كتشيدي أضل أي أحبط إلهي وابريو وابابئي أعمالهم عمل لدو دي الدنيا ذاكو قبته بور لعفوفي وضبيل الراعي أي الله قرد غي أو مرئي الراتون اللهين
والذين أخيارتي آمنوا رميه وعملوا الصالحات عمل لدن وناكسن سميه وآمنوا رميه بما كي نزل لغو سودكي على محمد نبي محمد كركي سوحي لغو سودكي رميه وهو كان منزل كأن نبي محمد لغو سودكي الحق حقي ويانا من ربهم ربي قد حقي سكاء هذا كفر عنهم وكذا في الله مركا موصول كخبر كيسو جملة كفر ويهي وهو الحق من ربهمنا وجملة معترضة مبتداها هي خبر كسوك لدحق شيء اللغو أكيد يؤون حق نمد النبي محمد وحي لغو سودول دكي ووحي قام منزل كاء والذين كوي آمنوا رميه وعملوا الصالحات عمل لده وناكسن سميهي وآمنوا رميه بما كي نزل لغو سودكي على محمد نبي محمد كركي سوحي لغو سودكي رميه وهو كان لغو سودكي نبي محمد الحق حقي ويان أو من ربهم ربي قد حقي سكا هذا كفر خبر كوا هلكا كوا كفر وكتر ترى ألا عنهم إياقا سيئات محمانه دي وكتر ترى وأصلح ونهجاتي بالهم حالكو دي أرنكو دواهجاتي أما قلبكو دواهجاتي حالهم أو قلبهم أو شأنهم انتبهوا عامي لسا قلبكو دا ألا هجاتيو كل هدي قلبك ألا كو هجاتي قالبك إيا حبنها إيا جوارح دنا وكو هجاجيان أما حالكو دو هجاتي أو دواء داعيان أو معاصيان وجلالين كوحورانا يا أصلح بالهم فلا يعصونه إلهي بحال كود هاقاتيو معاصيان ويعابدية أما أرين كودو دنباب إلهي هاقاتيو كرئي كلبا وعام لغدقو الله وحول ذلك وحي علمدو إلهدين لم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن إلا في أربعة مواضع نبي محمد لما مقعدبين ومقعيس الله وما يدين أما الله وما مقعابين قرآن كإلا أفر ميلود موياني انت كالي وحويان دي رسالة دي نبوة أمب الله ويدا أفر تالفتو دنا وحلص عتقارينة سنة رسالة ديس تاسينا وحي كتل مامان علمادو دي مقام كالنبي محمد سيدا مقام كأنبياء دا كلا وغسر ريو أنبياء دا كلا يا زكريا يا يحيا انت بدنا اسماء دو مجردة ورسالة النبوتون أن يلس عن بالوغو دواقة لكن النبي قال انت بضان يا أيها الرسول يا أيها النبي مرك الله عن ربابين لما قعد بنا قرينا الرسالة دي سيطو سينيسا أي الله حلي ليسا مرك عفرت ميلود ميلواتا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وقرينا سينيسا حق لماذا يعني الرسالة دي سيئة وحيقا منزلك ماشك لنوى في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم إلا رسول ولا مقعد بي هدنا قرينا دي الرسالة دي ولا الراعي ما شكله وفي سورة الأحزاب وما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد ما أهان المدين كيدن كم ذا أبا ما أهان ورقين كم ذا هيا شوى الرسول كي الله ومضى أصوات دراي يكي أنبياء لقو قبا قبي ماشي أفراد نوى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم نبي محمد والرسول كي ربي أودتك أصوات دراي مارك أفر تاميلوت با اسم كي سلقو مقعابي في القرآن الله وحول ذلك أي إضلال العمل وتكفير السيئات عمل لذا لبريي قالت وحي سمييين باب الله قد دقي إيا سيئات كالله قد ترتري مؤمنين تا عمل كود الله قاتيي الرنكاسي ثابت وحكسك نادو كدعي بأن الذين بسبب أن الذين إن كوي كفروا قالوا بإتبعوا أي راعين سبب تيدا الرنكاسي كسك نادي الباطلة باطل كأي راعين يا شيطانك يا وأن الذين وبأن الذين إن كوي آمنوا رميي اتبعوا إيقنا أي راعين الحق حق أي راعين أو من ربهم ربي قد حقي سكاء هذا ورسولكنا أي رميي وحا أرنتا سكو دعضي
oo qolana amalkooda loo baabiiyo waa gaalada ah qolana arrinkooda loo hagaajiyo waa muuminiinta ah waa in gaaladuna baadil ka raaceen muuminiintuna xaq raaceen taasi arrinkaasi ku dhacay oo sabab u ah ilaahay waxa wuri kadalik ay midla dalika albayaan cadaynta aayadaha la soo cadeeyo oo kale iyo arrimahaas ayaa yadribu allahu ilaahay ugu cadaynaya linnaasi dadka أمثالهم تسالي يا شودي حال يعني أحواشودا سيدا أرمها هوري ألا وسو عدي أوكالي أم بعضتك إلى هاي أوغو عدي أحواشودي تسالي يا شودا سيأيغو أن توبان أو حقوقاتان الله وحوري فإذا لقيتم مركا آد لكولانتان الذين وحي كفروا قالوا بي فضرب الرقاب قورتا يعني وحويان كقرا أو لقمها كجراعة ضربة ومستر ناب عن الفعل ومستر ميل فعل دقي وفعل كيس كان نائبه يعني او عمل فلا يسدي فعل كأو تيرفع الفاعل وينسب المفعول مركا واحد كدق انت فضرب الرقاب اي فضربوا رقابهم قورها وحويا كجراعة واضربوا منهم كل بنان قورتا كجرويا يا اللقمه وهذه هي شارد سيفها هي ورمها دي هلك قفك الله قبيك سنة يا ومدى حي قورتا سهراء نفط وقبحضو إلهي مركا واحد ورفا إذا لقيتم مركا آد لكو لانتان الذين كوي كفروا قالوا بي إي جهاد إي الدقال أد كلبها اسكو دكتان قبطة دقال اسكو هشان فضرب الرقاب أي فضرب الرقاب أو ضرب مستر كاسي وبمعنى فعل أمر أي فضرب الرقاب قورها أما اللقمها كجراعة فضرب الرقابة لقمها كجراعة وقرت كجرويا معنه حتى إذا أدخنتموهم مركات كل عسان قال ذي إيه دلك كبة دسان دلك أيوضعان فشدوا كؤت كي مركا الوثاقة حركها أكحر عسان كجي شيء أو كؤت كي فإما منن أي فاختاروا مركا آد جلعسان اي قفالتان اي حركها كو آد كيسان اي كو جيشسان فاختارو مركا كلا دورتا لبمت كود إما منن اي إما أن تمنو منن إناد كو قل ديستان قل ديسي بعد اي بعد شد الوثاق حركها مركا كو آد كيسان دبديد أما بعد اي بعد الأسري مركات قفالتين دبديد إنا كوغالا ديستان كركودة أو معناها آد إسكسي ديسان محابيستي إدين كون وحبار دافسان فوريتان نعنك قادن أو دادية دو يمدنا عن دافسان وإما فداء وإما أن تفادوا فداء إيو إنا فوراتان فوراشو أو أما حولا كفوراتان حولا آكا قادتان أما محابيس مسلمين وأتكو فرطان وأتدافستان ويقل لسيد دايو إينا أي مسلمين تهيان سود دايا حتى تضع الحرب وحي غاية تهي وغاية القتل والأسر سولما أوران قورتك قرى إلا أتش العسان دباديد قفاش أو نلولكو قبصدا دباديد أما إسك سيد دايا أما فرشا إي حولا إي أدونك قاتل انتو سعونا يا دقالكا يا قفالة شداس حتى تضع الحرب وحي غاية اوتاهي فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق قورتا كقرا وحركها كوكيشيا حتى تضع الحرب إلا علاد أي دكتو أما دقالكو أوزارها عليس يديدة إلا علاد يا دقالكو أي دكتو أوزارها أي أثقالها عليس يديدة وهو كي يساند دي قلب كي لغو دقال مي معناها إلا دقال كو كردمان ايو وهو كدول خلق دقا ايو ألا وحول ذلك الأمر ذلك أرنك وكال سو شيغي ولو يشاء الله ألا هدو دون لها مدونينه لانتصر منهم قال دوا كقو ليسا لها أي بغير قتال دقال أنكو كقو ليسا لها أو قمت وقو شوكسا لها ولكن أمركم بالجهاد سو قدر
هيشي ألا جهاد كوحيدين أمري ليبلوا سوغو امتحامو بعضكم بركين ببعض بركة كلي سيلي سوكين امتحامو أو منافقة إيا قالك إيا كأنتو سنين إيا مؤمنك صبرية إيو دبر أضيقية إيا دينت دفاعية إنتا سيلو كلا صعمو أو كو إلهي ودورتين أو أما غنيمة يقول أدوية أصيه أما شهادة يجنى آخره يعني كو قال دي عدوغنا دي عذاب أدوية يمد آخره أمريه سي أي تاسي أرد عدو أيا ليسوكين امتحامي وجهاد كالليدين أمري هذي كالي إيادون عدبا إسكارين أيو إلهي بابين لها وكقوليسا لها لكن أسباب تنوحو سميه سيدات كاللو كالصوعو إلين هدان امتحان دعين دادكو كالصوع مما إياه ونبدا نوال بواكو هاقاك سيي لكن دباتادو مركي دعضو اياداتكو كالبحان والذين كوا قتلوا للاي في سبيل الله إلهي چدكي سكوا اللولاي اي شهادادا فلن يضل إلهي برن ما يؤو كباب إن ما يؤو أعمالهم عملدو دي قبتين إلهي وأدريلي أبالكودنا وصينيا سيهديهم إلهي وهنونين إياه إفيا آخربا ويصلحوا وحنوها قاتين إياه ويصلحوا وانوها قاتين إياه بالهم حالكو دي أرنكو دن ألوها قاتين إياه ويدخلهم وحنو قلين يا ربي الجنة جنة أيو قلين إياه عرفها جنة وابري ربي أو وعديي لهم إياه كأنبان ما إياه إقريهو دا جنة إياه أوريدو دا جنة waxay u garanayaan si ka badan siday guriyahooda adduunyo u yaqaaneen ka anban maayaan cid tusto daliil u noqoto uma baahna toos baani walba ugu hagaagaya halku rabbi u diyaariyay ilaah baa u cadeeyay ku ilhaamiyo oo baray ama arrafaha ilaahay waa u udgooneeyay lahum iyaga jannada iyadoo caraf iyo udgoon leh ayay galayaan oo rabbi u udgooneeyay hadhihi alayat إلهي تبارك وتعالى وحكو أمر يا مؤمنين تا جهاد إني قالد الله قلان وقورت أما اللقمها أي كقران مرك أي تلعيان أي قفاشان وفشد الوثاق حركها كقيتيا ومعنها محابس دقال إيا وحويان دي النولل كقفاش وكقبطا ويان فشد الوثاق ودي محابسنا وحلق بصدا مرك الله أتكادي أود ليشو عدوغا كاسو هرچيدانا وضعيفة ودولكا ودعو مركا هرطا مركا هره وحا ليدي محابيس ايا وحا انتان لغا هادل هرطا دولكا وانا دل دعدانو اي چلعان وقورتا كقرو لدقا لما إلا اتكا چلعين ايسا مركا ديلكا كوبا ديسانا دولكا ودعان مركا فشد الوثاقة وقفاشة ونولالكو قبصدا مركا ادن نولالكو سو قبطانا إلا سو قفاشو فإما منن بعد وإما فداء لبدا مدوي فإما منن وإطلاقهم بدون شيء إن ليس كسيدا يوحب يدون لويدين وضد يدويتون أن لدافسن محابيسنا أن لدافسن أدون أن لغا قادم كاسوا مني وإما فداء نوا فرش أو أما وإن حول لغا قاتو أما محابيس مسلمين لويدارسدو أرمها نوح اختيار أوله وكو اجتهادية هدب حاكمك إيا مدح مسلمين تأطليا وحل إلي إمامك وحل الدورنسين إيا بين أربعة أمور أفر الرمود مدكود أيو هدب صدقو هبون إيا مصلحات وقوشر تدين تأصمين إيا المنو إنو إسكب السيد دايو وحبي سقون ويدين الفداء فرشين لغا قاتو حول أما الدد لغو بدشو الاسترقاق إلا هو قالتش هاد لغو سوا قبطيه إلا أدون صدو إيا القتل هذا يدن توقعن صدو إن قورت لغا قرول الله يو أفر تأرموت با وحاكو اجتهاد إيا أو كلا دوران إيا أو هاد بسيدة هبون سمين إيا قفك مركا مدحوينه أمد أطلين إيا أيا قوان كايس كالي إلهي تبارك وتعالى وحو تلمامي دقالك إيا قفال الشدو إني سعون إيسو حتى تضع الحرب أوزارها إلا أي علاد عليس كيدا كردي قصو وحاو جلالين كورانا يا وحاو عليس كيدا كردي قيسا
inay gaaladu islaamaan kuwii lala dagaalamayba haday islaamaan dehubkii waa la dhigiyo la layn maayo ama ay ballan soo galaan oo ahdi iyo ballan ay muslimiinta la galaan de markaana la layn maayo inta ka horeysa de waa dagaal iyo qafaalasha soconaysa ilaa iyagoo islaama ama ahdi muslimiinta la gala mooyaan marka waa marka marka culad culayskeeda dhigasa hatta tadal harbu aw zaraha إلهي تبارك وتعالى وحو تلمامي هدو دوني لها ما دونيني قالينو كقوليسان لها يدون ليس بقادين با لكن وحو جهادك إيا الدقالك إيا عليسك إيا امتحانك أواجبيي سيدتك الله يسوغو امتحامو تيدتك الله كلا سفايو أدومدو كلا بحان مؤمن يا منافق كدب ربي وحو تلمامي كو إلهي درتي لو ديلي إنه إلهي تبارك وتعالى هنونين أيوه أرن كودة هقاتين أيوه عمل كودة ودريه ليوه چننا وحوه يانقلين أيوه الله وحوري يا أيها الذين كو يامنوا رمي أيوه إن تنصروا الله إلهي هدادو هيلسان ينصركم إسنوا إذين هيلين أيوه جوابك شردقو يجزاقاسي وحوكو حديني هاي شردق كهر أيوه وشيء بشيء سيدا هدا سميسان إلهينا سيدا نويدين سمين يا أيها الذين كو يامنوا رميييو إن تنصروا الله إلهي هداؤه لسان ينصركم إسنا وائدين هيلين أيا ويثبت وانسوغ أيا أقدامكم قمدهين لغيهين نردولكو كسوغ أيا عدو قواد أجل بديغيسان أجل بميسان قمدها وحلو عبري halka laga sugnaado dhulka lagu hayaa waa lugaha sida wax qabad kaba ay gacmuhu ugu badan yihiin ayaa marka jihadka loo socdo sugnaanshahana halka ay ugu muuqasho ogtay ugu muhiimsani de waa xaga lugaha hadii la cararo de lugaha la miciinsanaya hadii la sugnaadana de cagaha dhulka ku sugnaanaya marka ilaahay waa idin sugayaa oo macnaha ilaahay tabaaraka wa taala de wuxuu idin sahlayaa inaad cadawgiina iska celisaan oo aydan ka cararin ayadan maanta muslimiinta xaalkooda aad bay ugu rumoobaysa oo ugu dabaqmaysa maanta waxaynu goobjo ugu nahay deegaaladu dibka ay nagu hayaan iyo muslimiinta ay gumaadayaan iyo sida ay ugu xoog sheeganayaan waxba iyagoon u aabayeli iyagoo ka been sheegay wax alla waxay sheegan jiray day xuquuq tahay day qaramo midoobo tahay haday golayaal tahay waxa soo dhameeyay iyagoo khuraafa iyo been dadka lagu maaweelinayo ay noqdeen waxaynu arkayna sida loo gumaadayo reer Gaza iyo muslimiinta Falastiin iyo meel kasto ay jaanis iyo fursad u helaan waxana shakila aana inaynu ka muslimiin ahaan jecel lahay Ilaahay hiilkiisa inaynu helo hiilka Ilaahayna waa imanaya laakiin shardi buu ku xidhan yahay ballanta Ilaahayna ma baaqato shardiga uu ku xidhan yahay waxa weeye إلهي هداؤه لسان إلهي نوائدين هيلين أيا هيلك إلهي ما أهم معنيه يدو ربئين كوباها يهي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلهي وحبه قبل ميس لكن هيلك اللو حوي ونصر دينه وشرعه إلهي الدين تو سودتي إيا شرعه سمنزل كأه إن سرنب الله قد رقمه دين تلق توصناده أمر كي سلقاته wuxuu reebay laga tago nusrada iyo heelka alla waa ka waxa alla loogu heelinaya bi iqamati sharcihi ala ardi ilahi sharcigiisa in lagu oogo arladiisa uu soo dajiyo ugu tala galay de in lagu dhaqo oo lagu kala baxo oo dadka lagu hoggaamiyo lagu kala hago nusrada alla subhanahu wa ta'ala wa in awamirtiisa iyo nawaahidiisa la dhowro wa in xuduuda shariicada uu dhigay la dhowro oo aan lagu xad gudbin hada huwa nasrullah ta ummada islaamku haday ka soo baxdo waxa shakila aana ilaahayna ballantu qaaday inuu xaqiijinayo oo aynu indheena ku arkayno maanta marka waxa hubaala waxaynu heelka alle u weynay ee gaala inooga adkaatay ee cadaw inaga cudud roon la inoogu saliday waaye innaka muslimiinti hadaynu nahay ilaahay wuxuu inaga doonayay ee wuna amray sideedii uga soo bixi weynay kol adaynu ka soo bixi weynay deegaal inaga xoog roon baa laynagu imtixaano illaa aynu amarka alle ka soo baxno diinta ilaahay toosino oo ku dhaqanana deeguusha iyo gargaarku inoo iman mayso
marka ummada muslimiinta maanta waajib ka saarani waxa weeyii kuwa dhibaato ku dhacayso iyo kuwa inna nabad qababa arab iyo ajamba ku dhaw iyo ku dheerba waajib ka maanta saarani waxa weeyaan qof walba inuu ku dadaalo inuu naftiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa madax iyo mijaba in sharciga iyo diinta Alle lagu toosnaado hadii ballanta Ilaahay naga qaadi laga soo baxo oo la oofiyo oo amarka aynu fulino ilaahayna ballantu inoo qaaday waa arkaynaa weyno xaqiijinaya waxa shakila aana marnaba ilaahay kamalaysan mayno inuu ballantu inoo qaaday inagu baajiyo ta'ala lahu an dhalika ulwan kabiira waman astaqu min allahi qila la yukhlifu allahu wa'ada ilaahay ballantiisa ma baajiyo marka waxa hubaala uun xaqeena wax ka xun yihiin xaqa alla ma aha waa inuu nafteena tuhuno وإن نتين دي بغو نقنو وقرانا إسان دي دعدي دي وحد با مركا يلاهدان مسلمين تي أن هذا سيدان نبي محمد ندح جوغا عنو وچابناي وهزيمادو نوغو دعدي قول هو من عند أنفسكم وعلي نفتي نيكا هاتو إذن كاد دنبابي أو أمر كي نبي محمد جبيي تاسا سببتي إن وحويان آت جبتان هل أمرو خلافين هدي جبكي وحد كردعي تيمان تو هدي هبين با مسلمين تو ay ku waabariisanayaan ay ku gabal dhacsanayaan awaamirta Ilaahay iyo awaamirta Rasuulka ay jabinayaan tii halkee guusho uga imanaysa wayna ka arkayna waxay nagu dhacaya marka waajibku waxa weey inaynu si dhaba ugu dhaqano diinta oo ka run sheegno islaamnimada iyo iimaanka in tansurullaaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum wa shartun bi shartin shartiga hadaan ka soo baxno jawaabkaana waynu helayna إلا نمك إن تنصر الله وفعل شردك تنصر ينصركم وجواب شردك جوابك شردك قرما لهلية شردك أمرك الله له وجواب يجزا كحرا وحكه الرئية وحدين له له كنوا لهلية يا أيها الذين كوا آمنوا رميييو إن تنصر الله إلهي هداؤه لسان ينصركم إسنا وائدين هيلنية وبلن أنباقني ويثبت واسوغا يا ربي اقدامكم جمدهين لغهين نواسوغا يا مركا تلو انك ان لا تعالى سيدينو ييلو ان با لنا انغا ييليا وجزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل والذين كوا كفروا قالوا بي فتعسن هلاك والذين كوا كفروا قالوا بي فتعسن اي هلاكا هلاك بالهم يغا اسغنادي واضل وانبابيو وابري ربي اعمالهم عمل لدو دين الهي وابري او وابابي قالوا او وحمد اكه لما ين اخره ذلك اي ذلك التعس والاضلال هلاكا اي هلينتا لهلاكا عمل كود اللبابي قالوا واقع وحوق دعي بأنهم بسبب أنهم يكرهوا إن النعين درتيد با أرنكاس أوغو دعي ما كي أي النعين أنزل الله ألا وسو دجيي إيه شرعي إلهي منزل كا فأحبط تبيد إلهي وحو بريي أو بابيي أعمالهم عمل لدودي أي إلهي بريي أو بابيي أفلم يصيروا مياني سعنين داتكم في الأرض أرلد مياني سعنين يعني waxaa laga waramaya kuwa mushrikiinta ah ee loogu taagwaye toosnaada ayaa la leeyahay miyaanay dulba marin ninaan dul marin dhaayala waxay ku cibra qaataan ba miyaanay arag marka afalam yasiru oo miyaanay suuninku wan reemaka fil ardi ay ala al ardi arlada korkeeda miyaanay suunin boonay uba safrin ba oo fayanduru dabad anay arag kayfa kana sidoo ahaday caaqibatu alladina ku yiribtooda min qablihim iyaga ka horeeyay miyaanay soconinba oo aanay aragba kuwii ka horeeyay halkay ku dambeeyeen aawe reecaad aawe ree samud aawe qowm luut kuwii ka horeeyay halkay mareen miyaanay aragba ilaahay baa uga jawaabaya kuwaasi halkay mareen oo ilaahay waxa uu yiri damarallahu ilaahay waa baabiyo waa halaagi calayhim korkooda kuwa hore walil kaafiriina قالتنا وحاو سوغان أمثالها أي أمثال تلك العاقبة عربتاسو كالي أيا قالتا كالانا أسوغناتي كوي هرأ اللواء هلاقي كوى الدنبانة هل كاسا هانتوا
هدي كبيري وايان وطريقة كضيداء الله وحول ذلك أرنك الله صوشيغي جلالك وعوسو قدر يا أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين ذلك أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين مؤمنين تقرقار كاللو قرقاري إيا چبين تقالد اللا چبيي ثابت أرنك سوحك السقناضي بأن الله بسبب أن الله إن الله مولى الذين كوي قرقاره دعو يهي سبب تهدوك السقناضي آمنوا الرميي إيا وأن الكافرين وبأن الكافرين إن كوى قالد لا مولى قرقار اللهم إيا قانو السقنان إن مؤمنين لو قرقار قالنا اللا چبيا وحي كرد عضي واي إلهي با قرقارها مؤمنين تا قالدنا قرقارا ماله ولا مولى لهم وحين سورة الأنعام كسوم مرّي ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إن لو علنا يو إلهي حقي سؤوم مولاه ذي حقها مركان مولا هل كان الوصغي هل كان سورة محمدنا لا مولا لهم قالدوا مولا ماله سيد الله شمعنا يا سينو هل كان بكتل ماني جمل كنو فتوحات كتل مامي يو مولاها هل كان إيا مولاها هل كان يسكو معنا معها مراد كان مولاها سورة الأنعام ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وسيدهم ومالكهم ومالكو دي ملكية إلها أبو ريبا اللوغة جيدا هلكا إلهينا دي ومالك الجميع قال يا مسلم با إساقا ملكي الله وأبو ري مركا هلكا مولاهم الحق وسيدكو دي لها أبو ري وانا عام تاسي قال يا إسلام بواكد حيسا مولاها هلكا سورة محمدنا وبمعنى الناصر وقرقاري إلهينا دي قال قرقارا أماءها مركا فلا تنافي بينهما اسم الديديانو كهلكن للسغيوان كهلكن للديديا وبمعنى الناصر الله ناصر لهم إلهي قرقار وماها قالوا كهلك الله السغيانا وبمعنى المالكو ديوا مالكو دي ولو يانو قرقار باو نقنه مركا كهل للسغي إياك للديدي اسم الديدياني مدول بمعنى قارو ليه إلهي وحوري إن الله ألا يدخل وحو قلنا يا الذين كوا آمنوا رمي وعملوا صالحات عمل لدى وناكسن سمي جنات جنوين باو قلنا يا جنوين كو تجرائي قلقليان من تحتها وستيد على النهار وبيال والذين كوا كفروا قالوا بين يتمتعون ويراحي سنيان ويأكلون ويعنيان كما تأكل الأنعام نمعو ليد بصدي دوغ وضاق دي وحعنتو بيعنيان وأفكو دي أوركو دي موية أرن كلام ماله قالوا والنار نارتنا مثوان هوي بيوهات لهم إيقا نار بان هويوه ويكوه يندونان وحال كان الله تلماما يا قالوا دي أرن كودو أفكو دي أوركو دي موية وحكا لإناني هدف كلالهين أو سيدا حولها با أرورتي اللوفو في عصر كان الله سو عرابي إيقو درقي إيقا داقيان حردو دان اللوغو سو حرين أيو إنتانا آني وحباو ديرين وسيدا سو كلا انهم الا كلا نعام بل هم اضل وحولو كلا بل ايغا كدرن وكبا كبادنما بدن مركا سيدا خولهاس اي اي اسكا داقيانو اسكا عنيانو اسكا عبيانو اسكا راخيسانيان هدفكيه وجهدد الله ابو رينا غران مايا او كرامه ماله الله وحوري وكاين ان بدن او من قريه مغالاه مغالده هي يد اشد كادق قوه حق حوقه من قريتك مقالد آدم مك النبي محمد وكأدق وكحوق بدن التي مقالد آدم وأخرجتك كبحصي إن بدن أو مقالأه وكحوق بدن مقالد آدم كبحصي النبي محمد أيا أهلكناهم أنو هلاقني أو فلا ناصرة وحو قرقار اللهم يقعانو أصبنان معنى هو حالة الماما يا دي إن بدن أو مقالد كحوق بدن مقالد آدم مكيك برابحصي ayaan horeba u halaagnay ma kuwanaan la halaagayn macnaha kuwanaaba uga mudan ka itaal daran oo ka daciifsan wasfu alqaryati alula bi shiddati alquwa lil idan bi awlawiyati thaniyati minha bil ihlak li dha'fi quwwatiha magalada hore waa umamkii hore ah in lagu tilmaamay xoog iyo awood waxay ina dareensiinaysa tan dambe maka inay kaga haboontay halaaga taagdarada ay taagdarantay dartiid kama anna wasfa thaniyati bi ikhraji sallallahu alayhi wa sallam lil idan bi awlawiyatiha bihi
لقوة جنايتها سيدا قريضا دنبوا مكة مركا لغو تلمامي نبي محمد إنا بحصي لينوغو أغيسين أيو إيادونا إنا هلاق كوها بونتهاي دنبغا إياد ظلمغا أي قشي وين دا أوين يهي. قاله شيخنا في الحدائق عليه رحمة الله. مركا معناها وحالة تلمامي يعني قريضا هرحوق مركا لغو سفيي وحلينا درينسينا يا تن ضعيف كم مكينا كغها بونتي دي هلاق طاهره اللي انتي حوق بدنيد بل هلاق هدنا تلمان تن ضم بين مكان لغو تلمامي نبي محمد اني بحصي تاسنا وحي تلمامي سي هلاق اني كوها بونتاي دنبغا اي قشاع ولس درتيد قريضنا دي وحلوغا تشيدا اهلها هو من تعبير المحل وإرادة الحال ان بدنا القران كو كسو ارورتا هو كاي من قريه اي من اهل قريه اهل كويان كو لا هلاغي اي دي جدار دي دسمياش ماها وكاي ان بدنو من قريه مغالا اي اهلها بالو تشيداي مغالدو هي يد با اشد قدرا قوه حق حوغا من قريتك مغالدادن مكن نبي محمد او كحوغ بدن التي مغالدادن واخرجتك كبحصي اي اهلكناهم ان هلاغني وفلا ناصرة وحوهي لي اللهم يقانو سغنان أفمن مد كاسو كان هذا على بينة حجاعد كركيد مد كسغن علم إيا دليل عد ومن ربه ربك حقي سكاء هذا مد حجاء إيا دليل عد وأن لا حقي سكاء هذا كدل سغني كمن مد ميو لمد يلمد ماه كاسو زيين اللو قرحي الله إساق سوء عملي عمل كيسي حمال اللو قرحي أو واتبعوا الراعي من كدولك يوحي لمده أهواءهم هوين كود الراعي ومن تيوم بهدنا كما علو علي مرنا وباعتبار اللفظ مرنا وباعتبار المعنى الله وحوري مثل الجنة جندة تلمان تيدي سفدي وحوي الله تي جندة سو عيد المتقون كوي ألك بقنا يلو يبو هلو قبلا قادي تلمان تيدي وحوي هي فيما يتلى عليكم خبرك أسوى قدر ووحى الله يدن كدو الأخير دونه أي مثل كيدي سفدي يدو كسوغي واتن سفدي أو فافاسانية فيها كان هذا دحدي دوحى كسوغن أنهار وبيال وبيدا سو من ماء بيئة بيها أو غير آسن كوى أجو بيئان أهين ومعناها كوى الدور سوم يبعان أهين إيو أنهار وبيئة كسوغن وبيدا سو من لبن عانأه عانها أو لم يتغير أن الدرس من طعمه ددن كيس وعانا بقي أما بقي أما وحوي أن الدرس ماي أما دناني لأورن مايو وأنهار إيه وبيو أيا كنا داكو سكان وبيه داسو من خمر خمرة خمرة داسو لذة معانة ومعان كلفتيس للمبالغة ما استركيب اللجوس فيه أي لذيذة أما ذات لذة هل كي لقورن لها أياب الله قد يقول نفس اللذة معانك اللفتيسي مستر كانها دي وحلقوت المامة ومبالغة يحيل ديران شو وأنهار إيا وبي أيا كنضا كسوغن وبيضو من خمر خمراء خمر داسو لذة معانة ومعانك اللفتيسي للشاربين كوى عبية معانوة إيا وأنهار وبيو أيا كسوغن وبيضو من عسل ملبأ ملب كاسو مصفا لسفيي يعني أي خلقه الله مصفا إله با أبو رئيس وصافيو حق الربان لقسي فيه وحمك الله كالشان رين يسيدك يا الدنيا دا معها إيوا متصدى إلهي كسمي يوكو أبو رئيس وصافيو وحبر حيوك لأنو جرين ولهم محاو قسقنا دي فيها جنة دحدي دا من كل الثمرات أي أصناف النوعيو أي قسقنا جنة دحدي دا نوعيو دا من كل الثمرات مرها دمان تدحقو دكا هادي مركستا انواع كمدا ايا جندا اوغو سغن او اي هليان ومغفره اي دمبداف ايا اوغو سغنادي دمبداف كاسو من ربهم ربي قد حقي سكا هادي وودو دي ترتيب ما فايديسه جندا انتاني غلينبا وا لغا ميديا وخي كسغنا او دمبداف كا اي دخولكا دي مغفره دا هريسا وحول بإن لغا سفايو حتى وحي علوش يور كيسوغا هي كمن هو خالد في النار وعدو سو قدر تاسي جلال الدين المحل وجلالين كوت الماما يو أم من هو في هذا النعيم كبر واقضى إيا النعمة دا دحدي دا كسوغاني كمن
mid miy ula mid yahay la mid maahe kaasoo huwa isagu khaalidun ku waaraya fi naari naarta dhexdeeda ku waaraya wasuqu waxa la waraabiyay kuwa naarta ku dhex jira ma anbiya la waraabiyay biyaha oo xamiiman kulayl dhaafay faqatta'a tabad biyaha kulayl dhaafay waxay jarjareen amcaahum midhciradoodii iyo uur ku jirtoodii ayay jarjareen xagga dambe ka boodayaan marka caloosha waxa la wixii ku jira biyahaasi ay googooyaan الله وحوري ومنهم منافقين توحى كمدة من دول با كمدة كواسو يستمعوا كدقي سنة إليك أديك نبي محمد حتى إذا خرجوا مركي بحان من عندك أديك أكت هذا أي كبحان أيا قالوا حيكورنا يان للذين كوي أوتوا لسياء العلم علمك علماء الصحابة ابن مسعود ابن عباس يرقي اللمت كابي كورنا يان ماذا قال محوري محمد آنفا مركي دويد إلا هو أن من حولنا نسوي شيء دين وقلبك يا قلبك الله قاضي وعلو حيل آخره يبوا كم رجيه وحبك كم الصقنا مركب وحي ورانا يان صحابة دي بيكو ورانا يان ورتمرك يدويد محولها إلا إن من دين نسوي شيء دم معها ماذا قال محول دي بيكو ورانا يان آنفا كورتي دويد محولها أولئك كواس الذين واقوا طبع الله الله الضبولي على قلوبهم قلبي دو ضوء واتبعوا الراعي أهواءهم هؤلاء كودي الربيتان كنفتو دا كو الراعي وي والذين كو اهتدوا هنونين زادهم اللوح أكر ليهودا هنون وآتاهم وحنسي تقواهم أي سبب تقواهم اللك عبسيقو دا السبب تيسا معناها وحي ربي كقبقا لهايين وإيماني عمل صالحين أي سمايان أي اللوافتشيي وأسيي مركات دوا جزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل أو كوانا قلبك يقالب كبو والله الضبولي او شرك اللقو حريمو ايه خير بقلي مايو كوانا قلبك يقالب كبو حلو فري هنونك يهداية ده او مركي هنونين با الهي نوسي كردي فلما زاغ وازاغ الله قلوبهم كو هنونين هنونكم بلو كردين ايه كو اللي احدنا اللي حشدا نوالبا وحو دورتي انبلوسي سهليا كل ميسر لما خلق له الله وحوري فهل ينظرونا أمي سجيان كوني كون لوجو تاجوا أي حق يدين تين قاتان فهل ينظرون أمي سجيان إلا الساعة ساعة قيام مويه موحك لي سجيان كبدلوا بدلوا اشتمال أن تأتيهم إلا أن تأتيهم ساعة قيام إن أطمة دم مويه موحك لي سجيان بغتة حال أي كدستهاي ساعة قيامه سكدي سين يوجو تما دم مويه موحك لابي سجيان مايا وحك لما سغيان وقيامون وحي سغيان الله وحوري فقد جاء الله إله دبها وحوي من أشراطها ساعة قيامة على مده قبايمت وساعة قيامة دي علامات يريرو صهر رأي هي علامات واوين ويسكحك حقا انتبوا عليهن مرك أشراط ساعة يمد وحا كمدا دي كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر سيدة بعثة النبي محمد رسولك إن لا صوب بحيو لا صوت دري أيابا كم إذا هيد علامة كم إذا علامة ها تصنعية إن القيامة دي دودو عن داري والنبي صلى الله عليه وسلم وعوري بعثوا أنا وساعة كهاتي فرتا مردسة إيه فرد حدا أنتو يسكو حليلي أيا وحوري وح الله يصو ساري أنا ساعة قيامة أنا قو صدا صدا لبدا فرود سكوهين أنا كو يسكو معناها أنا كو يسكو دو أنك لفقين با رواية كقاركوت كادت أن تسبقني وحبي كسيغا تاينا يغا سو هريسو marka de nabiga ba aha nabiyu aakhir az-zaman wa alamadahu ugu waawi dayxi kala dhanbalmay e kala faliidmay waqtigiisi aya kamid ah min ashraati as-sa'a marka allah waxa wuri faqad jaa ashraatuha allah ilaha dhabahan waxa u yimid alamadahaygi ka soo horeeyay fa anna lahum siday ugu sugnatay kuwan idha jaa'athum markay sa'ada qiyaama u timaado ذكراهم وان سمدوا دو سيداي اوغو سغناتي معناها كلكا اي قيامدو سي كديسا اوتيمادو سيداي او وان توبيانو وخو قادانيان ديما وان توبي كرا ان له الذكرى هلكي ماركا وان تو iyo wax qaadasho halkay uga sugnato talaba farihi wa ka hado wa ka baxday الله waxa wuri faalam ogow nabi muhammadow annahu an al amra wa sha'na halki arinku inuu yahay la ilaha illa ma'buda bihaq مدحق لقو عابدائنا نجرين إلا الله ألمو ياني واستغفر نافتان دلب
لذنبك ذنبك أنا إلهي دافتان أويديسو وللمؤمنين مؤمنين تنا ذنب داف ضلب والمؤمنات يعني وللمؤمنين رجع مؤمنين تنا ذنب داف ضلب والمؤمنات هؤلاء كمؤمنات كأنا ذنب داف ضلب والله ألا يعلم وأجيهاي متقلبكم قد قدون كي نمالين تي أد دبي لهدي إني شقدين أدو قد قدوم سانة وصعطان إلهي وأجيهاي إياه ومثواكم هياتن كي نهبين كي أجريه نكسوه هي نسانة إلهي وأجيهاي كسوة تفسير كو جلالين كنا مري إن لو جت هذا متقلب كنا دبي لهذا إياه شقدا إياه مشغول كمالين تي كل بمل أدمري سنو والببي لهدي سكتو سيو مثواكمنا هياتن كهبين كي لسوه هي نيو وحكروا لكم معني متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة يعني قد قدون كين الدنيا ده انتا شوكتان كل بعض من المريسان إلهي وايدن أوجيه ومثواكم هويجين آخرة وقريجين قبرك وقصوه الرئي إيا دارت آخرنا تان إلهي وأوجيه ومتقلب كان نلشي الدنيا لغا وضو مثواكم نهوياتن كي آخرة أو قبرك وقصوه الرئي لابد بوال لكم معني هل كان waxa laga qaadanaya horta awalan tawxiidku inuu cilmi u baahan yahay cilmiguna shardi ma hada cilmiga mufassal ka faahfaahsan dadku ma wada ogaan karaan wada culimada iyo caamada iyo dabaqada dhexe isku wada darajo ma waa kala duwan yihiin laakin al ilmu al mujmal duub ahaan ila xaq lagu caabuda inaan u jirin alla mooyaane iyo risaaladii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaqnimadeeda معناها جودة مجمل كاء وإن أقون إيه يقين لو يش وحيفا فاهين هي تفاصيلها شوكتو لكن معناها أصل كأساس كجندقة قف وين ويقين سيا إن وحويا إلهي مو يعتك لو العبد أنا حق هاي نو لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع إلهي مو يحد كلا لما عابده إلهي نلقو ما عابده وحشدي مو يانا وحكله أنت قف كينو كدار كدار عسنت هو وقرنا أيوه مدك لدي العلم قبل القول والعمل سيد بخاري أبو بابس في كتابي علم جاكه الرئي أنت عند أورن أما عند عمل فلن ويا عمل كيا قول كبا وحلقوا صلينا يا على العلم سواء صحو فعلم ساس اللويد واستغفر لذنبك وين صوم الرئي ورتا أنبيضوا إن عني كبائر كدعين نبي محمد نواكي أنبيض أبو قوم مضناي علم ذو إسلوا فخسيه لكن صغائر ما كدع كرتا مسا كما دع كرتا هو مسألة خلافية علماء فربضان وحي رادان لذنبك وحي اللوغة جيدا النبي هو معصومة وحي كدع أي خلاف الأولاء ما هاد ذنبي وحي لغا هبون يهي شايبا سيدان نكو هبون أنكرا سيدان نكو هبونين مركا وحي خلاف الأولاء إلا لغا هبون يهي كدع دافتان إلهي ويديسو جلالين كنا وحي ورانا يا قيل له ذلك مع عصمته لتستن به أمته وقد فعل وحلوغو يدي نبيك واستغفر لذنبك ذنبك اغا دافيد الهي ويديسو إساق اولا اغا دوريب انو كرد عو ذنبي هادنا سيدا وحلو يدي سي اي أمت ديسو اغو دياتو او استغفارك يد ذنبي داف دلبك اي إساق اغا دياتو وانا سمعي نبيك صلى الله عليه وسلم باوي وحديث الأغرب بن يسار المزني في صحيح مسلم وحكسوغان إنه النبي قال هذا يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة استغفر رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ذنبي سيوري كيسي الدنب والدافي أيها الدنى لها الددو إلهي أصو النقض أو الدنب داف ويديست وأي أنو رسولك إلهي ما لنتي وحن إلهي أصو النقض أو كدنب داف ضلبا بقول شير مركان محوط بقي اللي هو كجلالين كل جلال الدين المحلي وقد فعل واستغفر لذنبك أيو فلي وحنو فلينا ياسي ومد وغضيته ووفر بضيسه استغفارت أي الدنب داف ضلبك مركا هدو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسدايه فما بالك محاضو ملايين عدقة وهدي يهبين بأن كباق سنكرين إنو الدنب كردعو أدا وقا أولي سنو أمضا هدي يهبين با استغفارت أين أتفر بضيسه وانا قف قوليستي او وناكسن قفك عادة كيشة توبت شوكتا ايه الدنبي داف ضلب شوكتا وايه كل ليبا دي الدنبي قوان نقا دعايا وحك لها دانو كاردعين
قبوط فلك إيا قابنت أدقليسو أيابا استغفارو باها وإيا كل بنا حق ألا وكبولي إيا إنا تقودتا أي واجب وكوكوتاي سيدا دوما قودن كرتين كل يبك إيا قابنا ياتا كل هداد قابنا صوت قبوط فلقليسو دي هادية جيروحات كوكبتا وآدو حوييان كدبا قيسا توبط إيا استغفار شوكتا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وأنا قف ليباني قف كالصحيفة دي سمال انت قيامك أركا دم بداف ضلب فربضا آدي آد بوغ ليبانية ويقول وحيورانيا الذين كو يامنوا رمي لولا نزلت أي هلا نزلت محال لو سودة جواية صورة صورة أي تأمرنا بالجهاد صورة جهاد نعم ريسة محال لو سودة جواية يعني ومؤمنين تي أو تمنية وحويا جهاد لسودة جيسي أي جهاد كأوغلا الله وحوري فيدا ونزلت مرك الله سودة جي صورة 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 أو محكمة للصغي وأن لا نسخن أو وذكر الله الشيخ فيها صورة دحديد القتال دقال كين الله الشيخ وجهاد كالله أمره رأيت وحادر كيسا الذين وحي في قلوبهم قلبي يدو دحديد وكسونا مرض عذر كالنفاق كواسو ينظرون كسو إيغي إليك أدق نبي محمد نظر المغشي مدل الدبولي إيغمدي أو كالكسو إيغي عليه كركي صلى الدبولي أو من الموت غيري ده حقي ده لغا الدبولي مر الله مركز سورة لسودة چيه دقال لغو أمريو وحادر كيسا كوا قلبيغا كبكوا منافقين تأه ونبي محمد وكسو إيغي إيغمدا مد غيري لغا الدبولي أو كال إيغمدي سيداي أغبقيان دقالك إيه جهادك إيناي قلا الله وحاولي فأولا وحاوها بون لهم إيغا طاعة أضيعد إني هجان سمان وأمرك الدقالك قاتان بأوها بون إيه وقول هدل هدل كو معروف وناكسن هدل وناكسن إيه فعل وناكسن بأوها بون إني هجان سمان هدل وناكسن نكو هدلا وحاك ربنان إلا يراهدو فأولا وبمعنى الهلاك أي ويل فأولى هلاك باللهم يغوصون هذا كوا مرافقين تأه مرك طاعة وقول معروف يعني خبر كوس وقدر وطاعة طاع أي أطيعان رسولك هي وقول هذا هذا الكوا معروف وناقصا أي أولى بهم أهبون يعني طاع أي رسولك أطيعان هي هذا الهجاكسن ويكون هذلان أي أهبون فإذا عزم مرك أوجوه ee u dhabooba al amru arinku jalaalanku waxa waranaya ay furido al qital wa marka dagaalkii la faral yeelay waajibku u yimaado fa ida azama al amru arinku marka uu go'o ee u dhabooba ee jihadkii la isfaro falaw sadaqu allah hada ilahay ugu run sheegi lahaayeen arinka qitaalkay markii hore tamaniyeeyay ee ay jiclaayeen hada ilahay ugu run sheegan falaw sadaqu allah يعني أرنكم مركه وقعوا إيه ودبوا بيتي هاد كلا يسفروا فلو صدقوا الله إلهي هذي أجرهم شيئا أرنك الدجال كم مركي هو رأيت عليه سنين لكان وحوهان لا هو صدق جاس إن أرنك جهاد كالله أجرهم شيئا وحوهان لها خيرا خير بوهان لها اللهم يجا كل كثلاث وقعوا أمر كلا يسسيه أرنتوا أي دبودو اللي وحويان حقيقة أي تماضو وحي مركي هوري تمنيين هذي كرن شيغان سيدا سأورونو خيركو وغجرا ألا وحاولي فعل عسيتم عسيتم نوال آخري من مدنتهين انت وليتم هديئات جيتتا وحقيك جيتتان أن تفسدوا إنا فسهادسان في الأرض أرلد دحديدا وتقطعوا أدقويسان أرحامكم قرابو ينكيني مركا انت وليتم من التولي أي أنو كم عنيني جيت وحكروا انت وليتم من التولية او مدحت النماضي انا والله معني او فهل عسيتم اما عصيتم من مدنتهم انت وليتم من التولية هدي ان مدح نقطان او تلد اي امرك ليدين ديبو من مدنتهم ان تفسدوا انا فسهادسان في الارض ارلد دحديد او وتقطعوا اقويسان ارحامكم قرابو ينكين اولئك كواسي الذين واكوا لعنهم الله إلهي أن عضلي أن حديثي سوك ديريي أو فأصمهم أدغتري أي عن الحق حقي أدغتري أو مغلواي أو أعمى أتري أبصارهم أرق يدود أو حقين أركواي وكاين ربالي أفلا يتدبرون
ميانا أبفير فير سنين القرآن قرآنك أم على قلوب مس قلبي كركود وحكس نادي أقفالها قفل لديدة قلبي قود ميا قفلين هو قفل باك الله ده محي أبفير سن لا يهين القرآن كهوس قدي لا يهين سيقو أن توبان وحقوقاتان وحا آيادة تلماميسا قرآن كإن لقو أن توبا وحلقوقاتا وحي كردالانيسا إن لفهمو الله في رصدو أو لغا فكرو معاني دو قرآن كو حنبارسي لكن هذه حروف تنو الأخرية والله دول عرارو إيادون هوس باللو ديين كلمة دو حكا هوسية أي حنبارسان تاي دي وحبال لقو أن توب مايو إيمان إيا خشيو إيا عبسينا إيا عملتونا كاغا كرد مايو مركان لابد من التدبر سيهرب أي آيات كتدبر كو إنو صوم مرين ومهم قفك مسلم كأي قرآن كأخرية إن معنيه سأو في رصده سيو معاني دي سأو في رصده وقف كرنا مرك ورد معنيه واين وبرته ووحانو معنيه سبق كرنين أيو كف كري كراو في رصن كرا صور تقل ما هو مستحيل سي التدبر أولاد ماضى في رقا رهانيد ورت معنيه سفهم مرك قرآن كإن حروف دي سلبرته معاني دي سلبرته لفهمه الله في رصده سدح دام مرحلة دود مرك الله هلو أي إن لقوا أن توبوا لقوا نقمة أي كذا لا نيس، لكن روحًا قرآن كوح أمر يو يوح ودي ذي بأن جرنين دي القرآن ما يمو في رصتي ما بو فهمنا محو في رصدا فهم كاكور يا في رضا أفلا يتدبرون مياني أبفير في رسنين القرآن قرآنك تدبر كناس أن وراء صوت الماني التدبر أسل كمعنيه سوى النظر في دبر الأمور وعواقبها arrimaha hadabadooda ama gadaashooda dambiye aakhirkooda in la fiiriyo la eego ayaa la yiraahdaa atadabbur wa min an-nadar fi dubri al-umur wa dubru kulli shay'in wa la yiraahdaa aakhiruhu shay walba aakhirkiisa la yiraahdaa wa dubru shay marka maxaa looga jeedaa tadabbur al-quraan kalmadaad akhriyaso waxa ka dambeeyana inaad fahamtidi oo aad u fiirsato marka atadabbur wa kalmada waxa ka dambeeya macnaha ay xambaarsan tahay wa yaqofku haduu xaraf ku isdul taago oo hoos baan ugu dhaadhicin ma suuroobaysaa inuu fiirsado ama uu ku waan toobo wax ku qaato afala yatadabbaruna miyaanay uba fiirsanayn oonay kaba fakarayn oonay fahmaynba alquraana quraanka am ala quluubin mise qalbiga korkood waxa ku sugan aqfaalaha qufuladeedii oo qalbigooduba waa ka daboolan yahay quraanka inay dareemaan oo fahmaan allah waxa wuri in alladina kuwa irtadu naqda ala adbarihim دبوين كودا كر كودا كن نقضي معناه الرات كودا دبو قاضي والكفر بعد الإيمان كوا دبو النقضي قالوا بره الدوبي من بعد ما تبين انتو عدادي دبدد لهم يقع الهدى هنونكو انتو عدادي دبدد كوا دبو النقضي الشيطان شيطانك أيا سول أقرحي لهم إيقع وحي قاتين قال لما هو أم لا إسقا يددي لقلي لهم إيقع أما وسيت ديري كوسي تديري أما يدي ديلة قليي أما أقرحيي وشيطان إلهي وحول ذلك الرنكاس إن قلبي قود قفلن يهي شيطان نؤلقوي وسي تديري واقع الرنكاس وحوق دعي بأنهم بسبب أنهم إيقو قالوا إن يرادين سبب تيدا الرنكاس وقصق ناضي للذين كوياي كويرادين كريهون نعي ما وحي نزل الله ألا وسودتي وشرعي إلهي كوين عيه قالدها إني كويراهدين سنطيعكم وحنو يدنكو أدعي دونا في بعض الأمر أرنك إيه تلد بركيد وإدنكو أدعي دونا وإدنكانو يدنكو وافقينا والحال بيسدا يراهدين الله ألن يعلموا أغيهاي إسرارهم سريسيقو دي وحي قرصانيا أسرارهم نوال آخرين مركا هدي الله يدا أسرارهم وجمع سر مركا هو سرهود والله ألن يعلموا حقوقيهاي أسرارهم جمع سر سرهود ألا أغيهاي إسرار ووحويان روايضاً حفصاد أنا وحي نقونيسا إسرار ومستر أسر يسر إسراراً ومستر كي مركا هو سريسي قودة وحي سريسان أيام وحدد كلفتيسي مركا مرنوا جمع سر أو سرها مرنوا مستر أسر أو سريسي وحي سريسان أيام والله ألا يعلم وحوقيهاي أسرارهم سروينكو سرهودة سرهودو أوقيهاي أما إسرارهم سريسيقودة أي وحقرسانيان أيو إلهي أوقيه
فكيف إذا توفتهم؟ هل كان إلهي تبارك وتعالى وحوت المامي كوا قالدا أه شيطان كوسي تديري حمهنا وقرحيي وحاس وحو قدع عقاب كاس وايو كوي حق إيا الدين تبنع قالدا أها أي كوي لادين وحيابا قار كودوان يدين كوا ديعنا وحي قرصنا إيان إيا سيروهو دني إلهي وأوي جلال الدين المحل وحورنا يا سنطيعكم في بعض الأمر أي المعاونة على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وحنو يدنكو أدي عنا أو يدنكو قعاني يقرب يقاشان بصينا إنا أولاد النبي محمد هيسان إيا وتثبيت الناس عن الجهاد معه إيا الددك إنا نكتشو تنو كفري سنو إنا الجهاد كاللبحان ورسول كالراعان تاسا نو يدنكو قعان سين قالوا ذلك سرا فأظهره الله هوس بي سيدا اسكو يلاهدين إله بان فدي حديو بنانك أسو بحيي الله وحوري فكيف إذا توفتهم الملائكة أي فكيف يكون حالهم كوا حال كود الصدون قنيا إذا توفتهم مركة أوفستاء الملائكة ملائكة أي أوفستاء أي نفتك قبطه يضربون حال أي ملائكة قراعيان وجوههم وشيدو دي وأدبارهم دبوين كودبا إيقو حق وري إيا حق الضمببك قراعيو قودكو هيا ملائكة مركة أوفستاء حال كود كوا صدون قنيا إلهي وحول ذلك أي التوفي على الحالة المذكورة سيدا الله سوشيغ إيضو قوضا لغو هايو ودبيال ناريد لغو قراعيو إلا أفسدو النفط لغا قبطا حاصلون وحي أقود عدي كوا بأنهم بسبب أنهم إيغو اتبعوا إنا الراعين سبب تيدي أرنتاس أقود عدي ما كي أي راعين أسخط الله إلهي عدق ليي ووكرهو أي نعين رضوانه رب الرالي هنشيسنا أي نعين فأحبط تبيد إلهي وحو يعني بابيه وبريي فأحبط تبيد وحي إلهي وبريه وبابيه أعمالهم عمل لدو دي أي سميين أي بيعو لدان شيء إيه وحان راد لهين لغا ديقول لبابيه وح أشري أبالنا آني كقوسني أم حسب الذين بل كبس وقورتاس أحسب وحي أمليين الذين كوي في قلوبهم قلبيه دو دي دحضو دو كسونا مرض عذر كالنفاق يمرافق نمضو كوا قلبك وكجرا ما وحي مودين ألن يخرج الله إن أنو إلهي صوب بحنين أضغانهم على الحمدو دي حقد جي النبي محمد إيا أنت الرميصي على الحمدي أهيان ما إن أن إلهي بنانك وصوب بحنين بي موديا إلهي وأصوب بحنيا ونقر صونان ميسي أرنتاسي بنانك يمن دونتا الله أعلم.